الخارجية الأمريكية جون كيري أن تنظيم داعش يصوب حاليا سيوفه نحو منطقة الشرق الأوسط كما ظهر في حادث ذبح المصريين في ليبيا. وأضاف كيري في كلمة على هامش أعمال قمة مكافحة التطرف أن الفيديو الذي يعرض مقتل 21 شخصا أعاد إلى أذهان العالم مرة أخرى شرور تنظيم داعش التي لا توصف. وتابع كيري أن أعمال داعش تزيد من التصميم على القضاء على هذا النوع من الإرهاب.